النهارده صدر، والحكم ده اتوصف بانه حكم غير مسبوق وتاريخي. اولا هو صدر من محكمه جنايات القاهره منعقده في التجمع الخامس. الاطراف هم مين؟ الطرف اللي صدر ضده الحكم هو اب، والاب ده كان متوجه له تهم احتجاز بنته وضربها. خد حكم قد ايه؟ خد حكم سنه مع الشغل والنفاذ. القضية دي تم التعامل معها وتداولها صحفيا واعلاميا بعنوان فتاة المعادي. الأستاذة المحامية الأستاذة نهاد أبو القمصان، وهي طبعا عضو المجلس القومي للمرأة، أنا آسف لحقوق الإنسان، علقت على الحكم ده ووصفته بالضبط بأنه حكم تاريخي. أستاذة نهاد برحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا أستاذ شريف، مساء الخير. مساء النور، تحياتنا لحضرتك أولا. ربنا يخليك، تحياتي ليك وكل مشاهدينك. ممكن حضرتك تقول لنا تفاصيل القضية وليه ده حكم تاريخي زي ما وصفتيه؟ يعني هي القضية بدأت في شهر 6 اللي فات، انه اب راح هو بنته ساكنة مع جدها ومرات جدها من زمان، لانه كان مسافر وجدها اللي بيربيها. ايوه. والجد توفى فكتب لها وصية بطولة التركة، والاب لما عرف موضوع الوصية هو ساكن جنب منهم بخمس، يعني بيته اللي في مصر، لكن هو دائم السفر بيروح ويجي يعني. ايوه. فساكن جنبهم على بعد صدفه، راح مسك البنت ضربها وجرها شعرها على السلم، خدها وداها بيته وقفل عليها وقطع التليفون والاتصال بكل اي حد، وعلشان يجبرها على التنازل عن الوصيه على حسب وصفها يعني. ايوه. البنت اختفت تقريبا خمس ايام، ما حدش عارف هي فين ولا عارف يوصل لها. وجولي مرات الجد دي اللي هي زي امها بالضبط مربياها، ولما رحنا القسم ساعتها نشوف هم عملوا محضر ما اتحركش ليه، طلع كانوا عاملين محضر اثبات حاله. فقلت لهم طب انتوا عايزين ايه؟ ما هو لما الواحد بيروح القسم يعمل محضر اثبات حاله خلاص، هو مش عايز من الشرطه حاجه خالص، هو عايزها تثبت له الموقف وخلاص. فانما انتوا بتقولوا البنت مختفيه ومختطفه ومش عارفين هي فين، فحررنا محضر بالوصف اللي اتقال عليه ساعتها، والمحضر ده احيل للنيابه، فالنيابه وجهت له تهم الضرب والاحتجاز والاختطاف، ونزلت محكمه الجنايات، وده في حد ذاته خطوه تاريخيه. لانه طيب عاده انا عندي سؤال اذا تفضلت يا فندم. هو نعم. ده له علاقة لأن هي برأته، المحكمة برأته من الاختطاف، لكن أثبتت عليه تهم الضرب والاحتجاز، صح؟ مظبوط. هل ده له علاقة، لأن دي نقطة بقى تفصيلة مهمة يعني بيتهيألي، هل ده له علاقة بعمر البنت؟ يعني هل عمر البنت بيبقى عنصر ينظر له قانونا في حكم زي ده ولا لأ؟ لا، في الحقيقة الوقائع اللي تمت بالشكل ده ملهاش علاقة بعمر البنت، بالتأكيد إن البنت 21 سنة هيفرق عنا إنها تبقى 5 سنين ولا 10 سنين. في النهاية فكرة الوقائع نفسها، إنه يعني اللي حصل ساعتها إن النيابة في التحقيق أصرت إنه محدش يحضر، يعني البنت جت بصحبة عمها وهو رايح قال لها قولي إن ما حصلش أي حاجة وهرجعك لجدتك ومفيش أي مشكلة، وكان صدر امر ضبط واحضار للاب لحد ما صدر الامر ده، احنا ما كناش عارفين البنت فين. لكن لما الاب شاف نفسه انه هو، والحقيقه لازم احيي النيابه على التحرك ده، نيابه المعادي، الاب لما شاف نفسه قدام ضبط واحضار فقال لا البنت كويسه وفي بيتي ومفيش حاجه، واتصل باخوه جنب. فاخوه حاول يقنعها طول السكه انها ما تقولش اللي حصل، ما تقولش حاجه، لكن برضه النيابه قامت اصرت انها تسمعها بمعزل عن العيله، ما يبقاش في عليها اي ضغط. فلما النيابه سمعتها وسمعت الوقائع انها اتقفل عليها باب خمس ايام، لا تليفون ولا تلفزيون ولا ساعه، بتقول للوكيل النيابه ما كنتش عارفه الليل من النهار. فالوقائع دي الحقيقه تخرج عن نطاق التاديب او صلاحيات الاب او اي حاجه. فالنيابه احالتها لمحكمه الجنايات، ودي في حد ذاتها كانت لاول مره، يعني عاده الوصف بفكره انه اب وبنته دي بتحفظ فيها النوع ده من البلاغات، او بيتضغط على الضحيه انها تتصالح وهتودي ابوك الجنايات وبتاع، لكن الحقيقه موقف النيابه اعلى من يعني من قوه القانون، يعني اعلى بمعنى العلوم، بمعنى ان هو
عمل إعلاء. وبالتالي دي تعتبر بلغة يعني حضراتكم كأهل القانون ومحاماة مبدأ أو سابقة قانونية يعتمد عليها. بالضبط. الحاجة الثانية لما راحت المحكمة، هو طبعاً قدام محكمة الجنايات في هيئة يعني كبيرة من 3 أضاء، فتم المرافعة بشكل جيد من الطرفين، سواء من أنا كنت بترافع عنها والزميل كان أستاذ دكتور بيترافع عن المتهم، فكنا بنفند التهم. المحكمة ما اقتنعتش بفكرة الخطف بالمفهوم المتوصف في قانون العقوبات، لكن اقتنعت بفكرة الاحتجاز والضرب. علشان كده ده برضو كمان مبدأ قانوني، لأنه العادي في المرافعات من النوع ده إننا نقعد نتكلم بقى على حدود التأديب والأب وحق التأديب وحاجات بالشكل ده، فإن النيابة تحط الخط الرفيع ما بين الحق في التأديب والحق في التعذيب، هنا ده في حد ذاته مبدأ قانوني. عشان كده وصفته إنه تاريخي. إحنا أغلب قضايا العنف المنزلي إما بيتم حفظها أو بيتم التصالح عليها. طيب سؤال أحكام إلا لو تركت عاهة مستديمة. طيب سؤال لحضرتك مش كمحامية ولكن كسيدة مصرية فاهمة كويس المجتمع المصري، مش ده ممكن تلاقي رأي بيقولك ده بيفتح باب رهيب جدا إنه العيال أو الأمهات أو الآباء، أب يشتكي إن أم ضربت العيل، أم تشتكي الأب إن هو ضرب البنت، مش ده بيعمل صدمة اجتماعية بشكل من الأشكال؟ ممكن تلاقي رأي بيقول لحضرتك. أنا نفسي يعمل الصدمة دي يا أستاذ شريف، فيخلي الناس تتعلم إنه مفيش حد يعبر عن أي شيء سواء الغضب أو أي شكل من أشكال بعنف جسدي والاحتجاج أو الرفض بإنه يستخدم العنف. يعني إحنا من حقنا كأسر إننا نعيش مع بعض ما يبقاش فيها عنف جسدي ما بين أي طرف من الأطراف، ونسمع بعض. مفهوم. مش إننا نضرب بعض، لأنه دايرة العنف هي دايرة يمكن يعملها الكبير ضد الصغير وما يعملهاش الصغير لأنه عاجز، بس من اللحظة اللي هيتمكن فيها وشفنا حوادث مؤسفة كده بتلاقي إنه الصغير في لحظة كبر وبقى عنده الصحة يعني والعنفوان فيعتدي على الأب أو الأم. بالضبط، لأن هي دايرة الحقيقة. مفيش حد يمكن أحكام العدالة الرادعة دي تخلي الناس تعيد النظر في علاقاتها الإنسانية وتبقى أكثر هدوء. مفهوم. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم الأستاذة نهاد أبو المصان. شكرا جزيلا.